مع ملكة خليفة. البرنوس كان ولا يزال لباسا يرمز للهوية الجزائرية، يعكس بعدنا الحضاري، فكل منطقة من الوطن يصنع فيها بطريقة ولون مختلفين. أن عنصر مشترك وتصبح في كل مضرب بالك اختلاف الألوان، اختلاف العمل في الشغل، بصح يبقى عندنا حاجة نشتركوا فيها. كاين البرنوس تاع العروس، العريس نهار اللي يدير الحنة، والبرنوس الأبيض معروف به منطقة بويرة، وعندنا برنوس ثاني يقولوا البرنوس أشلوح، من الاسم تاع يقولوا أشلوح هذا معناه تاع الراعي، البرنوس تاع الراعي اللي نحيو الصوف تاع الصوف الظهر تاع الخروف. سوي قيمة كبيرة يدير حتى 18 مليون. هي ولا القشابية تخدم تاع من لوبر تاع جمل، والبرنوس من لوبر تاع جمل، بصح فيها أنواع. كاين اللي يسموه يقول لك الوبر الصغير، هو الوبر تاع المخلول، تخدم فيها أنواع، ثلاث أنواع، فيها برومي شوا، دوزيام شوا، تروزيام شوا. يصنع من الصوف والوبر يرتديه الرجال للوقاية من قساوة المناخ من جهة، وكرمز للهيبة والشموخ من جهة أخرى. شارك في المقاومة الشعبية، منها مقاومة الشيخ بوعمامة، أمير عبد القادر، يلبسوه كبار العرش، الشيوخة، الناس الكبار في السن، يروحوا به للمناسبات الرسمية. البرنوس هذا أصيل من الجد للجد، اللي تزف به العروسة ولي تعين الدفلة، يبقى من العادات والتقاليد. ولينا طورناه، اللي يحب نديروه منتوج عملي، اللي يولوا معنا الفئة الشبانية معنا في هذا الوقت. من مثال هذه المعطف، هذا المصنوع من بقايا الوبر. موروث ثقافي توارثته الأجيال، لابد من المحافظة عليه، فهو تركة الأجداد.